طبعا هناك تعليق بسيط على مسألة عمر البشير، والمحكمة الجنائية طالبت بتوقيفه لمحاكمته كمجرم حرب، كمجرم حرب، لأن هناك بعض النصارى قتلوا في دارفور. أنا عندي تأكيدات وقراءات أن الذي حدث في دارفور إنما هو مكيدة صليبية من أجل الإيقاع بالحكومة السودانية. هذه الأطراف الأوغندية والتشادية، أوغندا والتشاد وتنزانيا، وبعد كده عندك إثيوبيا، هذه الأطراف تسعى حثيثا لتقسيم السودان، وكل دولة عاوز تاخد حتة من السودان، تشاد عاوز تاخد حتة، وأوغندا عاوز تاخد حتة، وإثيوبيا لا تنسى للسودان مطلقا أنها هي التي ساعدت إريتريا على الانفصال وجيبوتي على الانفصال، وأن السودان ساعدت أيضا الصومال، ساعدت الصومال في الوقوف ضد الجيش الإثيوبي. فالسودان تعتبر دولة متمردة على الأوامر الصليبية. طيب لو قوات أمريكية دخلناها السودان، مصر هترفض، ومصر ممكن تحصل مشكلة. طبعا مصر يعني على العين والرأس، ولكن هذا هو المفترض، إن مصر لا ترضى بدخول قوات أمريكية على أرض السودان، ودخول قوات أمريكية على أرض السودان ممكن تجعل نعرة جهادية تطفو على سطح في السودان، يبقى كده هيقلبوا عليهم الأوجاع. فقال لك لا، نزق الأفارقة الصليبيين حوالين السودان، ويبقى الحال زي حال أربع ضباع وأسد ضعيف. هو اسمه أسد، بس أسد غلبان منكسر، واخد أربع طلقات في أربع رجليه، وطلقة كمان في سنان، لا بيعرف يعض ولا بيعرف يزعق ولا بيعرف يمشي، والأربع ضباع انتهزوا فرصة إن الأسد جريح وضعيف، وكل ضبع حقير عاوز ياخد حتة من الأسد. ده الوضع. السودان بلد قوية جدا، هي السودان ديت لو زرعت تغطي العالم العربي والإسلامي كله، حاجة فظيعة. أخصب أرض على وجه الكرة الأرضية الموجودة في السودان، ومع ذلك نسبة المزروع من الأرض الخصبة ديت ما يسويش حاجة، ما يسويش حاجة. عندهم ثروة حيوانية هائلة، ثروة هائلة، ومع ذلك لا يستفاد منها في شيء. هناك مهر المرأة 80 جمل، 100 بقرة، حاجة يعني حاجة جبار. يعني لو واحد فيكم راح يتجوز سودانية يبقى مليونير في لحظة على طول، سبحان الله. ومع ذلك هذه دولة فقيرة مع هذه الإمكانيات الجبارة. فاكتشفوا في دارفور حاجتين، اكتشفوا الذهب واليورانيوم في دارفور، ويقال يكتشف أيضا البترول. يبقى دارفور ديت فيها يورانيوم وفيها ذهب وفيها كمان ايه؟ بترول. الله، هيسيبوا المسألة؟ طب الصليبين هناك ايه؟ تقلة، النصارى هناك قلة قليلة جدا، فعملوا هذه المشاكل. والعجيب ان بتصل اليهم امدادات مباشرة من تشاد. يعني مرة كانوا عاوزين يستولوا على الاقليم ما يقرب من 100 عربية تويوتا محملة بالجنود والسلاح، لولا في آخر لحظة اتفقشهم كان حصل في الأمر أمر في السودان. فبعض النصارى قتلوا في دارفور، يقولك ده الجندويد، دول هم بقى المتطوعين المسلمين اللي بيدعمهم البشير، وعملوا إبادة جماعية للنصارى في دارفور. طب فين الأدلة؟ ما فيش هناك أي أدلة، ما فيش ولا دليل إلا شهادات المغرضين، شهادات المغرضين. شهادات المغرضين ده بيذكرني بمحاكمة مجرمي الحرب بعد الحرب العالمية الثانية. اعتبروا ان اي واحد من الدول المنتصرة لو شهد شهادة على اي واحد من دول المحور تعتبر هذه إدانة ويحاكم بها.
يعني لو واحد انجليزي قال انا شفت الجنرال ده هوت مسك اسره ضرب عليها النار وقتلهم كلهم، تعد هذه دليل ادانه، ويتم محاكمه هذا الجنرال بالاباده ويتم اعدامه. ده هذا هو المنطق، لان ده منطق غير اسلامي، لا تحري ولا اي شيء، ليس هناك اي دليل. والناس الخبراء الذين اتوا من هذه المناطق قالوا ليس هناك ما يدل على وجود اباده لا فرديه ولا جماعيه ضد النصارى هناك، ما فيش اي دليل على ذلك. خليني معاك، حصل في اباده، قتل كام؟ قالوا قتل ما يقرب من 48 واحد من النصارى. طيب 48 واحد كويس. دلوقتي في غزة، في غزة لما غزة قتل فيها كام؟ الذين قتلوا وجرحوا في غزة أكثر من 8000، أكثر من 8000، غير اللي بعد كده تلاقوهم قتلى وغير الجرحى، والجرحى في غزة جرحى جروح لا يمكن أبدا أن تلتئم، لأن متعلقة بالإيه؟ بالبتر والحروق الشديدة، دول هما الحاجتين، معظم الجروح كده البتر. صواريخ إسرائيل مصنعها مخصوص، الصاروخ ينضرب تطلع الشظايا، الشظايا تطير الأطراف، تطير الأطراف، ونوع تاني من السلاح بيحرق البدن، بيولعه، بيخليه يولع نار، فلو عاش يعيش مشوه. ادي جرح، ويبقى النوع التاني يبقى أطراف متقطعة، يعيش طول حياته على عكازين أو على كرسي أو إيديه متقطعين. طيب ماذا فعلوا بمجرم الحرب اليهود؟ ايه اللي بيحصل؟ انت دلوقتي عندهم انتخابات وديمقراطيه في اسرائيل والبلد الحر اسرائيل ولا اي حاجه، ولبني بتتكلم وتقول انا اما اكون رئيسه وزراء واما مش هاخد ايه؟ مش هبقى وزير. هذه المجرمه الوالغه في دماء المسلمين. والرجل سيدها اللي هو كان رئيس الوزراء اللي هو مين؟ اولمرت، خلاص عمل المهمه ومش. واللي قاد العملية كلها باراك، يهود باراك لسه موجود ونجم ساطع. والعجيبة إن كل ما كثرت وحشية أي مجرم بتزداد شعبيته في هذا المجتمع، زي المجتمع الأمريكي. المجتمع الأمريكي كلما زادت وحشية الجيش الأمريكي كلما ارتفع نجم الرئيس والعكس. طب هل حكم اليهود بما حكم به البشير؟ أجيبوني، هل حدث ذلك الأمر؟ إذا البند السابع في قانون الأمم المتحدة القاضي بإنشاء محكمة دولية أو محكمة جنايات دولية لمعاقبة الدول أو الأشخاص الذين يقومون بإرهاب فردي أو جماعي، ده موجه لمين؟ للمسلمين بس. للمسلمين، لكن غير المسلمين لا. لغير المسلمين لا. فهذا يدل يا إخواني على أن حظيرتنا وقوتنا وعزنا وشرفنا إنما هو في دين الله عز وجل، فينبغي أن يكون الاعتماد أعظم على الله والثقة أعظم في الله، ولابد أن تتوجه القلوب والأبصار إلى الله عز وجل. نسأل الله تعالى أن يوحد صف المسلمين وأن يؤلف بين قلوبهم وأن يشفي مرضاهم وأن يجمعهم على كلمة سواء، وأن يفل عدوهم ويشتت شمل عدوهم، وأن ينصرهم على من عداهم. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وتقبل أعمالنا وتجاوز عن سيئاتنا ولا تتوفانا إلا وأنت عنا راض. وصل اللهم على نبي الحبيب محمد وعلى آله وصحبه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.